تحت شعار ملناش حدود، نظمت الجمعية المصرية للتوحد احتفالية بالمتحف المصري الكبير بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي وحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة. فما شاء الله، يعني هم يعني اذكياء، بيعرفوا يتعاملوا، حتى في كذا جهه ومؤسسه خدتهم عملت لهم تدريب، وفي ناس بداوا يعينوهم كمان. واحنا والجمعيه المصريه للاوتيزم كمان دورها ان هي بدات من البدايه معاهم، من اول الحضانه، وبعدين دخلتهم المدارس، وبعدين تابعتهم لحد ما دلوقتي اتخرجوا. ودلوقتي بدانا ندور على، او الجمعيه بدات تدور على اماكن لتعيينهم ان هم يشتغلوا، وده الدمج يعني. عمل فني سلط الضوء على الاوتيزم او على التوحد، ان قد ايه هم مميزين، قد ايه هم اذكياء، قد ايه هم ليهم الحق في ان هم يبقوا موجودين ومنخرطين في المجتمع. خلال الاحتفالية تم عرض أعمال أطفال التوحد مثل مقاعد من تصميمهم مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة. احتفال حلو قوي باليوم التوحد العالمي، والأطفال كلها عاملة كراسي حلوة جدا. الأطفال دي كل جزء من المجتمع وبيتعاملوا عادي مع الأطفال التانية، بالعكس هم مبدعين يعني، فيهم حاجات حلوة يعني. أنا النهاردة عملت الفرعونيك تشيرز، الكرسي. أوكي، الإيفنت ده هايل جدا لأنه بيتكلم عن مجال الشغل. موضوع الشغل ده صعب يعني، احنا خدنا خطوات في الدراسة في الجامعة، موضوع الشغل ده لسه كان بعيد، محدش قادر يعني يتخيل انهم ممكن يشتغلوا. فهو الايفنت بيعرف الناس ان هم قادرين يعملوا، وهي عالية متدربة في موري سوشي وبتشتغل فيه وعاملة فيه كويس يعني. شعار هذا العام ملناش حدود يعكس التزام الجمعية بتأهيل الشباب من ذوي التوحد وتوفير الفرص المناسبة لهم في سوق العمل بناء على كفاءتهم المهنية. تأتي هذه الاحتفالية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوحد من خلال التعريف به للمجتمع المصري لإدماجهم داخل المجتمع. منذر أبو دوح، أني الأخبار.